التعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس مركز ادراك للدراسات باسل حفار. اهلا بكم الى هذه الجوله الاخباريه. استاذ باسل، الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات جديده على شركات ورجال اعمال مقربين من النظام، كيف ترى هذه العقوبات وتوقيت هذه العقوبات؟ حياكم الله، تحيه لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقه هذه العقوبات هي في الحقيقه استكمال لمسار قديم بداه الاتحاد الاوروبي يقضي بالتضييق على النظام في سوريا بطريقه يعني إن صح التعبير ناعمة، تتضمن منع مسؤولين عدة مسؤولين من السفر، وهذا حدث قبل سنوات، ثم تضييق على شخصيات والجهات والمؤسسات التي يعتمد عليها النظام في إدارة أعماله أو تواصل مع الخارج، سواء كان التواصل هذا يأخذ طابعا اقتصاديا أو طابعا سياسيا أو أشكالا أخرى. من ناحية التوقيت، تأتي هذه التحركات حاليا من الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن مسألة إعادة الإعمار وملف الإعمار في سوريا والانسحاب الأمريكي والتدخل الخليجي ومن سيتكفل بأموال الإعمار وما إلى ذلك. من الواضح أن الأوروبيين أيضا لديهم وجهة نظر معينة بخصوص هذا الملف، وتضييقهم تحديدا على رجال أعمال يتبعون أو يرتبطون بالنظام السوري في هذه المرحلة لابد وأن له دلالة خاصة في هذا المسألة. نعم، في المقابل تسعى الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية بجولات مكوكية، يعني ألن تؤثر تلك العقوبات على سير التسوية؟ الحقيقة دور الأمم المتحدة مؤخرا في سوريا ومنذ فترة ليست بالقليلة لم يعد يؤتي ثمارا يعني ملموسة. منذ أن تخلت الأمم المتحدة عن دورها الحقيقي في ضبط الوضع في سوريا وتساهلت أو تماهت مع فكرة وجود النظام، وقام مبعوث الأمم المتحدة السابق ديمستورا بزيارة النظام عدة مرات وأظهر نوعا من التعاطف ونوعا من الرغبة بالتشارك، وأعطى النظام ما يشبه الضوء الأخضر للاستمرار في عملياته، وأعطى المجتمع الدولي ما يشبه الضوء الأخضر للتواصل مع النظام. فقدت الأمم المتحدة القدرة على القيام بأي خطوة عملية داخل سوريا، بمعنى أن الإجراءات التي تقوم بها الأمم المتحدة، الندوات، المؤتمرات، المبادرات الأمم المتحدة في الغالب لا تصل إلى غاياتها، وإنما فقط تحول إلى وسائل لتمضية الوقت ولكسب الوقت أو لكسب المناورة من قبل هذا الطرف أو ذاك. نعم، هل ترى في الخطة التي طرحها بيدرسون لحل الأزمة السورية شيء مغاير عما طرح من قبل ديمستورا مسبقا؟ في التفصيل العام ليست مغايرة كثيرا، ويبدو هو يحاول أن يقترب قليلا من الطروحات الأخرى التي قدمها الأتراك والروس ربما، لكن في النهاية تبقى الخطة التي قدمها والطرح الذي قدمه يستند إلى نفس التفاصيل ونفس المعطيات التي استند إليها سلفه، وهي بطبيعة الحال تشكو أيضا من نفس الإشكالات التي تشكو منها كل الخطط التي تطرح بشأن سوريا، هي لا تتطرق بشكل واضح وتفصيلي إلى مصير بشار الأسد ومصير النظام، ولا تنصف ضحايا هذا النظام، ولا تتحدث عن فكرة زوال النظام وأنه فقد شرعيته ويجب أن يعني يزول هذا النظام الجاثم من على صدور السوريين. نعم، في ظل تقاطع مصالح الدول الفاعلة في سوريا، هل ترى بأن الحل السياسي ممكن على الأراضي السورية؟ هو في النهاية لا يمكن أن يكون هناك حل غير سياسي، حتى وإن كان هناك حل عسكري من نوع ما فإنه سوف يتبلور بعد أن يعني يمضي إلى حل سياسي أيضا من نوع ما، وبالتالي هناك إمكانية لحل سياسي دائما، لكن يجب أن يبنى على معطيات منطقية، معطيات لا تتضمن القبول ببقاء النظام وبقاء بشار الأسد والتعامل مع الجلاد والقبول بالمنظومة الأمنية ودعوة السوريين للعودة إلى حكم المنظومة هذه وما إلى ذلك. هذا النوع من الحلول لن يكون عمليا، وحتى وإن تم المضي به أو قبل به فئة من فئات السوريين تحت حاصل وتحت ضغط الدم والقتل، هو في النهاية لن يتبلور إلى حل حقيقي، وستدخل من نخرج من نوع من الأزمة لندخل بأزمة أخرى من نوع آخر بناء على هكذا نوع من الحلول. نعم، الأستاذ باسل حفار رئيس مركز إدراك للدراسات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.